بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قولنا السيرفر بتاع الأورينت ذا بيز، احنا ممكن طبعا احنا بالنسبة لنا احنا لما جينا رننا زي ما احنا شايفين كده طبعا وقولنا السيرفر، احنا ممكن برضو بنفس الأسلوب نوقف السيرفر ازاي. نبقى عايزين نوقف السيرفر مثلا، شت داون بيتوقف ازاي. في نفس الوقت ممكن نتعلم كمان ازاي نفتح الكونسول داتابيز كده، فتحناها على ده اسمه زي ما قلنا الاستوديو، تمام؟ الاورينت داتابيز ستوديو، او الاورينت لو قلت كده هتلاقي اورينت داتابيز ستوديو. حلو جدا، تمام. احنا عايزين نقوم مثلا كونسول بنفس الاسلوب، احنا بنفتح الباور شيل او الكونسول ايا كانت السي ام دي كوماند لاين يعني. لو عايزين نفتح اللي هو السي ام دي احسن لنا، بس نبقى واخدين الباث موجود معانا. فتحنا السي ام دي سي دي تشينج دايركتوري واديته المسار اهو، تمام. وانا جوه البن في ايه تاني يقوم لنا اللي هو الداتابيز على الكونسول؟ هو في حاجه اسمها كونسول هنا، لو بصينا لها هي كونسول دوبات او اس اتش. فلو احنا جينا حبينا نرنها هنقول كونسول دوت اس اتش كده، تمام. بيقول لي طبعا ايه، ماشي اوكي، هنفتح حاجات قايمه دوت بات، تمام كده. زي ما احنا شايفين هتلاقي ليه ادي الاورينت داتابيس كونسول فيرجن كذا قامت، وبيقول لي انا جاهز، وممكن تكتب هيلب عشان يوريك الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها. لو كتبنا هيلب زي ما هو طلب مني هيجيب لي بقى لسته بكل الاوامر اللي احنا ممكن نعمل هيلب وايه، ويجيب لي تفاصيل يعني. طبعا مش هنبص عليها كلها دلوقتي لان طبعا دي عايزه وقت، لكن لو قلت له مثلا هيلب سيلكت مثلا، ده امر موجود من اوامر الاس كي ال معروف، تمام. لو جيت كتبت كده هيقول لي الكوماند اسمه سيلكت، وده بيكزكيوت اكويري اجينست ذا داتابيز اند ديسبلاي ذا ريزلتس، تمام. شرح لك معناها ايه وقال لك السنتكس سيلكت وبعدها الكويري تكست، تمام. وقال لك في وير وكويري تكست وكويري تو اكزكيوت ومش عارف ايه، يعني بيديك كده نبذات عن كل الاوامر اللي انت عايزها. لو جيت قلت ليست داتابيزز، ماشي، ليست داتابيزز ده امر، تمام، بيديك كل لسته الايه الداتابيز. قال لي نوت كونكتد تو سيرفر، قال لي انت مش كونكتد تو سيرفر عشان اجيب لك كل الايه الحاجات اللي انت عايزها جوه، فانت لازم تكونكت على سيرفر الاول. قلت له ماشي، ازاي اكونكت؟ قلت له كونكت، تمام، كونكت وسبيس، وبعد كده بكتب ريموت عشان اعمل ريموت كنترول على مكان معين. طبعا اكتب اسم السيرفر اللي انا عايز اكونكت عليه، او لو انا على المكنه بتاعتي دلوقتي هكتب لوكال هوست، تمام، لوكال هوست انا على نفس الايه على نفس الداتابيز بتاعتي. واخد سبيس واكتب اليوزر نيم اللي هو روت، تمام، واخد سبيس واكتب الباسورد بتاعي اللي انا كنت مسميه باس، تمام كده. ودوست انتر، قال لي اوكي، وقال لي اورينت بي على السيرفر اللي هو ريموت اللي هو اللوكال هوست. انا كده على السيرفر بتاعي. طب لو جيت قلت له بقى ليست داتابيزز اللي انا كنت بدور عليها من شويه، قلت له ليست داتابيز، قال لي فاوند وان داتابيز اللي هي ديمو داتابيز، واللي احنا لما كنا على الاستوديو كان برضو بيطلع لي ايه وان داتابيز اللي موجوده عندي. طبعا كريت داتابيز في الاورينت فيها يعني فيها اشكال كتير، لكن لو جبنا بشكل بسيط شكل بسيط، لو جيت قلت له كرييت، تمام، داتا بيز، تمام، ممكن اعمل حاجه اسمها بي لوكال، بي لوكال، وادي له مسار فايل معين يشتغل عليه، تمام. ده اسلوب، تمام. وفي اسلوب تاني ان انا لا مش هعمل كده، انا هقول له ريموت، انا برضو عايز اشتغل على السيرفر اللي انا هشاور لك عليه، ريموت وكولون، زي ما عملت فوق ريموت وكولون على اللوكال هوست، انا برضو هعمل ريموت وكولون على لوكال بوست عشان يبقى عارف ان انا على السيرفر ده، واعمل سلاش واقوم مديله اسم ايه؟ اسم داتابيز ماي دي بي مثلا، هو كان عنده ديمو دي بي، قلت له ماي دي بي مثلا دي الداتابيز بتاعتي اللي انا عايز ايه اكريت، واخد سبيس واقول له اليوزر روت وسبيس واقول له باس ده الباسورد بتاعي، ودوست انتر. قال لي في ايرور عندك كريت داتابيز ريموت، كانت مكتوبه كابيتال كانت عامله قلق، تمام، كريت داتابيز ريموت سمول كولون لوكال هوست سلاش ماي دي بي روت الباسورد باس. احنا كنا كاتبين الاول من غير بي لوكال ولا جراف، كان نوع الداتابيز مش متحدد. لو عملت كده قال لي خلاص كريتنج داتابيز يوزنج الستورج تايب اللي هو بي لوكال هو اصلا باي ديفولت، وقال لي داتابيز كريتد سكسسفلي، تمام. يبقى بس كانت العيب اللي عندنا كلمه ريموت بس، يبقى كرنت داتابيز از ريموت لوكال هوست شغال على ماي دي بي. يبقى تلاحظ ان اورينت دي بي قال دلوقتي انت جوه دي بي اللي هي اسمها ماي دي بي، يلا ابدا. يبقى احنا كده كل الكرييتنج اللي هتحصل دلوقتي هتبقى على الداتابيز اللي اسمها ماي دي بي. انا قبل ما اشتغل بقى عليها واعمل الكلام ده كله، احنا زي ما
اخذنا ازاي نشغل السيرفر اللي هو الاستوديو بتاعنا، وازاي يعني نشغل الكوماند لاين، ازاي نوقف السيرفر. خلاص انا مثلا خلصت شغل ومحتاج اقفل السيرفر، طبعا الامر هنا شات داون، ده لما بشغل شات داون دي كده خلصت كده اهو. المفترض ان انت حتى لو حبيت تعمل اي امر وتمشي حالك، قال لي ديسكونكت فروم داتابيز، خلاص هو ديسكونكتد والدنيا اصلا دلوقتي واقفه. تمام، وهو طبعا بيقول لي ايرور ان هي اوريدي اكزيست عشان انا شغال على الكوماند. انا كنت عايز اقصد ان انا لو رحت على الاستوديو هنا، على الاستوديو ده، على الاورينت داتابيز استوديو، وحبيت اخش. تمام. طيب نشغل كده تاني شات داون السيرفر. قلت له شات داون دوت بات. تمام، قال لي خلاص كده ايه. قال لي انت user root password. تمام، قال لي انا بسند دلوقتي شت داون كوماند الريموت اورينت ده بالسيرفر، وقال لي شت داون اكزكيوتد كوركتلي. انا جربت الامر عشان بس لو باين عندكم اهو. تمام، قفلت الايه، قفلت الداتابيز بتاعتي، وبالتالي المفترض ان السيرفر بتاعي دلوقتي لما ارجع له بيقول لي ان السيرفر مايت ايه بي اوف لاين. قال لي خلاص السيرفر بتاعك مقفول وكله تمام. وهنا لما رجعت للكوماند لاين بتاعتي اللي انا كنت كاتب عليها عشان اخش وكده، طبعا خلاص كل حاجه وقفت يعني وكله تمام كده. قفلنا ايه السيرفر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.